فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان، بتعرض فرص منح بشكل مستمر. كمان ده الويب سايت الخاص بينا، ياريت تتصفحوه عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. المنحة بتاعت النهاردة هي منحة مقدمة من جامعة اسمها كاليبريا في إيطاليا، ودي منحة ممولة بالكامل. طيب خلينا نتعرف على التفاصيل بشكل أكتر. الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي دولة إيطاليا، تمام كده؟ الدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، كل دول العالم متاحة للتقديم، سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم للمنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للجهة المانحة، الجامعة اللي بتقدم المنحة دي هي اسمها University della Calabria، تمام؟ ده اسم الجامعة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير فقط. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عايز تدرس البكالوريوس او الدكتوراه غير متاح في المنحة دي، لكن دراسة الماجستير متاحة. لو انت في اخر سنة البكالوريوس بتقدر عادي برضو تقدم على الماجستير. لو انت بالفعل حصلت على ماجستير وعايز تعمل ماجستير تاني بتقدر برضو تقدم، مفيش مشكلة، تمام؟ طيب بالنسبة بقى للتمويل في المنحة دي، صراحة تمويل ممتاز جدا، ركز بقى معايا كده. أول حاجة أنت بتاخد الرسوم الدراسة، الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، مش بتدفع أي تكاليف خالص لرسوم الدراسة، تمام كده. تاني حاجة المنحة دي بتشمل لك السكن الجامعي، بتقدر تقيم في سكن الجامعة. وللعلم يا جماعة السكن في الجامعة دي ليه كذا كاتيجوري، تمام؟ بتلاقي إن هو سكن تبع الجامعة، كامبوس تبع الجامعة، بتلاقي عاملين زي فندق كده سكني للطلاب أيضا. فصراحة السكن عندهم يعني جودة ممتازة جدا جدا، وفي كذا كاتيجوري للسكن. فالجامعة دي تعتبر انها ليها السكن كمان داخل الحرم الجامعي وبشكل منفصل يعني تماما عن باقي الجامعات. بالنسبة للمنحة دي كمان فيها وجبات الطعام، بتوفر لك وجبات الطعام في الكانتين الخاص بالجامعة، بتقدر برضو انك تحصل على وجبات الطعام. كمان المنحة دي بتوفر لك راتب سنوي 1700 يورو سنويا، عشان تقدر يعني انك توفر اي احتياجات انت عايزها شخصية تانية. يعني انت عندك السكن مجانا، وجبات الطعام مجانا، الدراسة مجانا، هو ال 1700 يورو راتب صغير سنويا، تمام؟ بس انت ما تنساش ان انت عندك كل ده بالمجان، وبالاضافة بيدوك زي بوكيت ماني كده، مصروف جيب عشان اي احتياجات تانية شخصية. كمان المنحة دي بتعرض لك كورس لغة ايطالي بجانب الدراسة، بتاخد كورس لغة ايطالي، فدي حاجة برضو مميزة جدا. كمان ايطاليا من ضمن دول الشنغن، وبتسمح ليك بالتجول في الدول الاخرى زي المانيا النمسا وغيره، بتقدر تخشهم من غير تأشيرة طالما معاك اقامة في ايطاليا. كمان مسموح ايضا العمل للطلاب في الجامعة، تقدر انك تشتغل في الجامعة، توفر كمان مصروف اضافي. كل ساعة عمل تاخد عليها 8.5 يورو لو انت حابب كمان تشتغل بجانب الدراسة سواء داخل الجامعة او خارج الجامعة، تمام؟ طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات عديدة جدا. اول حاجة مجال الهندسة والتكنولوجيا، هندسة الكمبيوتر، هندسة السلامة والبيئة، علوم التغذية، مجال الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء. عندنا 11 تخصص، ال 11 تخصص دول بيتم تدريسهم باللغة الانجليزية، وده هو اللي متاح في المنحة حاليا. يعني اي تخصص تاني موجود في الجامعة مش متاح للمنحة، ولكن 11 تخصص دول هم اللي متاحين، تقدر تقدم عليهم من غير اي مشكلة خالص. حتى كمان لو انت تخصصك مش نفس تخصص، يعني مثلا واحد درس فليكن تخصص هندسة مثلا حاسب آلي، او تخصص هندسة مثلا مش موجود هنا وحابب يقدم مثلا هندسة اتصالات، اي حاجة من الحاجات القريبة، بيقدر عادي يقدم، مش شرط يكون نفس التخصص اللي انت درسته سابقا. كمان هنا عندنا ملاحظة ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم. الميزة في المنحة دي لا طالبين منك شهادة لغة انجليزية ولا ايطالية، تمام؟ اهم حاجة يكون عندك محصلة من اللغة الانجليزية، بس مش طالبين اثبات اللغة. كمان المنحة دي بتقبل اعداد كبيرة جدا في كل تخصص، والمنحة دي ليس بها حد اقصى العمر، وكمان بيمكنك التقديم اذا انت في اخر سنة من البكالوريوس. بالنسبة للاوراق المطلوبة في المنحة دي، عندنا اول حاجة صورة جواز سفر، السيرة الذاتية كمان مطلوبة منك، شهادة التخرج لو انت اتخرجت، او تجيب اثبات قيد او كشف الدرجات بتاعك بتحطه برضو لو انت في اخر سنة من البكالوريوس. كمان مطلوب منك حاجة اسمها المنهجية الخاصة بتخصصك،
يعني السايلبس اللي هو ايه المواد اللي انت درستها في التخصص بتاعك كله بشكل عام، ووصف لكل مادة درستها في التخصص بتاعك، تمام؟ دي بتتسمى المنهجية، ومطلوب خطاب النية وأي شهادات إضافية مثل كورسات أو تطوعات أو غيره بتقدر تضيفها، بس مش إلزامية برضو. بالنسبة للتقديم في المنحة دي، يمكنك التقديم مباشرة للجامعة، وإذا تم قبولك بيتم تحويل طلبك للمنحة، وليس هناك أبليكيشن منفصل. آخر ميعاد للتقديم للمنحة دي هو 14 مايو 2021، تمام؟ كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الوان، متوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر لك منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة انت عايزها، وخدمة تجهيز الاوراق، وكمان خدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارة الخدمات موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان موجودة هنا في الرابط ده اللي هو رابط خدماتنا الاضافية. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة دي. هتيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل التفاصيل اللي انا قلتها من موقع الجامعة الرسمي. ده الموقع الرسمي للجامعة، هتلاقي هنا بيقول لك السكولرشيب، تمام؟ بيوفر لك هنا بوكيت ماني 1700 يورو سنويا، بيوفر لك فري اكوموديشن، كانتين اكسس، حاجات كتيرة جدا، مميزات عديدة للمنحة، وهنا التخصصات اللي احنا وضحناها موجودة هنا، تمام؟ طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم. بيقول لك عشان تقدم لازم تضغط على كلمة ريجستر دي الأول، لازم تعمل اكونت الأول على موقع المنحة. هتيجي تضغط على كلمة ريجستر دي عشان تعمل اكونت الأول على الويب سايت الخاص بالمنحة، تمام؟ التسجيل بسيط مش معقد، وكمان ما فيهوش رسوم ابلكيشن. فهنا ده الجزء الأولاني، لازم تعمل ريجستريشن الأول على الويب سايت، تمام؟ هتروح لويب ريجستريشن، هنا هتلاقي عندك كذا كاتيجوري محتاج أنت تملاهم في الأول أو كذا سيكشن، زي البيرسونال داتا، مكان الإقامة بتاعتك فين، تعمل باسورد، تحط التفاصيل التواصل معاك، كلها بيانات شخصية بتملاها في الأول. فبتروح عند الويب ريجستريشن وهتلاقي أول سيكشن يظهر لك البيرسونال داتا، تمام؟ فأول سيكشن يظهر معانا هو البيرسونال داتا، بتملاه وبعدين بتضغط على كلمة فورد، بيخش لك بعد كده على تحط بيانات الإقامة بتاعتك، أنت قاعد فين حاليا، هكذا. ويبقى كده أنت عملت ريجستريشن على الويب سايت. طيب بعد لما عملنا ريجستريشن ايه المفروض نعمله؟ بعد كده بتروح بقى انت تعمل لوجن بتسجيل دخول على الويب سايت عشان تبدا بقى تملى المعلومات بقى وتحط الاوراق، تمام؟ فهنرجع تاني للمقاله بتاعتنا هنا ونضغط على كلمه قدم الان. لما هنضغط على كلمه قدم الان هيفتح معانا الابلكيشن الخاص بالمنحه، تمام؟ طيب الابلكيشن الخاص بالمنحه هيفتح معانا بالشكل ده، بس انت في الاول لازم تروح عند كلمة منيو من هنا عشان يظهر معاك الشكل ده، لازم تروح عند كلمة منيو من هنا وتلاقي حاجة من هنا اسمها هوم، بتلاقي حاجة هنا اسمها ريجستريشن أو ريجستريس أوفيس، تمام؟ بتضغط عليها وبتضغط على كلمة أدميشن تيست عشان يفتح معاك الصفحة اللي احنا شايفينها دي، تمام كده؟ فلما تضغط على أدميشن تيست هنا هيفتح معاك الصفحة دي، بعدين بقى أنت بتدخل بقى جوه الأبلكيشن وبتبدأ تملى كل سيكشن، بتضغط على التيست ريجستريشن، تمام؟ واول حاجه هيسالك فيها بقى ايه هو التخصص اللي انت عايز تقدم ليه، تمام؟ والليفل اللي انت عايز تقدم ليه. فطبعا احنا عايزين نقدم لدرجه الماجستير، هتروح تختار اخر واحده خالص اللي هو الماجستير ديجري كورس، تمام؟ اللي هو سنتين، تروح تختار دي وبعدين تضغط على كلمه فورورد عشان يدخلك بقى وتختار التخصص، تمام كده؟ هنا هيظهر لك قائمه التخصصات. عايز انوه على حاجه، انك لازم تروح تختار التخصص اللي قدامه انجلش، تمام؟ اللي قدامه اللغه الانجليزيه او لغه انجليزيه مع لغه ايطاليه، انما اللي مش مكتوب قدامهم لغه انجليزيه او لغه ايطاليه ما تختاروش. ليه؟ لانه ده مش داخل ضمن المنحه، تمام كده؟ طيب اخترنا التخصص، تمام؟ اخترنا مثلا التخصص ده ميكانيكال انجينيرنج، وبعدين تروح ضاغط على كلمه فورورد عشان يدخلك بعد كده للسكشن اللي بعده، تمام؟ وبعدين تختار دي وبعدين تضغط على كلمه فورورد وبعدين تختار انك مش عايز اي سبورت في التيكنج ذا اكزام، تضغط على كلمه نو دي زي ما هي موجوده، بعدين تضغط فورورد برضو، تمام؟ بعدين هنا بيقول لك انت اخترت التخصص ده على اساس ماستر ديجري، تضغط كونفيرم انك مأكد على التخصص خلاص، كونفيرم وكونتينيو، تمام؟ لما تضغط كونفيرم وكونتينيو هنا بقى اول حاجه بدأنا بقى نحط معلوماتنا هنا اللي هو alternative qualifications اللي هي المعلومات التعليميه او الخلفيه التعليميه السابقه او الحاليه بتاعتك. ده لو انت متخرج، يعني الاوبشن اللي في الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس، ده لو انت متخرج من جامعات داخل ايطاليا او خارج، يعني خارج ايطاليا بس من الاتحاد الاوروبي. بس لو انت من دوله خارج الاتحاد الاوروبي بتروح عند حاجه اسمها فورين
ديجري تمام، وبتضغط عليها، بتضغط على كلمة انتر تمام كده، وبتدخل بقى هنا التفاصيل بتاعتك بتاعت تخصصك اللي انت بتدرسه حاليا او اللي انت درسته سابقا في البكالوريوس تمام. هنا بقى بتختار الدولة اللي انت بتدرس فيها، مثلا بتختار ايجيبت مثلا سبيل المثال تمام. وبعدين بتختار بقى الجامعة اللي انت بتدرس فيها، لو ما لقيتش اسم جامعتك يبقى بتختار اول واحدة دي، وبعدين بتحط اسم الجامعة هنا لو انت ما لقيتش اسم الجامعة بتاعتك موجودة من ضمن القائمة هنا تمام. يعني هنا مثلا في مصر مثلا موجود جامعة اسكندرية، جامعة الامريكية في القاهرة، ما لقيتش اسم جامعتك مثلا في دولتك تمام، بتكتب هنا اسم الجامعة، بتختار الليفل بتاعك مثلا انك خلصت باشلر ديجري او في اخر سنة من باشلر مثلا، تختار الكورس بتاعك، وهنا ده الكورس تمام، مثلا انت بتدرس ايه حاليا تحطه، وهنا المده اللي انت هتتخرج منها يعني تاريخ التخرج، لو انت لسه ما اتخرجتش بتسيب الجزئيه دي فاضيه وبتختار هنا انك لسه ما اتخرجتش تمام، يعني بتسيب التاريخ التخرج ده فارغ وما ما بتحطش تاريخ لو لسه انت ما اتخرجتش. طبعا بعد لما بتخلص الجزء ده بعدين بتضغط على بروسيد دي تمام. انا مش هقدر ان انا اكمل الابليكيشن لان هو عشان اضغط على كلمه بروسيد لازم اكون كملت هنا كل المراحل، بس انا هقول لكم المرحله اللي بعد كده هي اخر مرحله. بعد لما تضغط على كلمه بروسيد وبتحط تفاصيل المرحله الدراسيه بتاعتك بيقول لك بقى بتخش على السكشن اللي وراه على طول اللي هو بتحط فيه الاوراق المطلوبه منك تمام. زي ما احنا قلنا الاوراق المطلوبه هي دي اللي هي صوره جواز السفر، السيره الذاتيه، الحاجات دي بتحطها، وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت للابلكيشن ويبقى انت كده قدمت بنجاح. مش مطلوب منك رسوم ابلكيشن، مش مطلوب منك شهاده لغه، ما فيهاش حد اقصى العمر، يعني منحه ممتازه جدا تمام. فكده وضحنا كل تفاصيل المنحه. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، وان شاء الله بنوفر لك كل المطلوب ليها بشكل احترافي، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والابول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.